محمية زراعية وأصناف متنوعة من فسائد النخيل نتيجة متوقعة لسنوات من الدراسة والبحث دأب على معرفتها أبو غسان كناشط وخبير زراعي، يقول إن تجربته في عملية المزاوجة بين الأصناف العربية النادرة والعراقية كانت ناجحة وأنتجت فسائل ذات قيمة اقتصادية عالية، لا سيما النخلة النسيجية كأصناف جديدة واطئة الكلفة. الزراعة النسيجية صارت إن اليوم خبرة كبيرة في اكثارها. معظم أعمال شركة البشير هي تربية وتكبير الفسائل النسيجية، الأصناف اللي جلبناها من خارج القطر وغرسناها بأراضينا اليوم أنتجت وبجدارة وتفوق مثلا صنف المجهول المعروف عالميا اللي تكاثر في فلسطين، اليوم بالعراق أصبح إنتاجه يفوق على فلسطين كون الموطن الأصلي للنخيل هو العراق. وتواجه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية عمليات تجريف تصاعدت وتيرتها في غضون السنوات الخمس الأخيرة في وقت تقف القرارات الحكومية من بينها القرار رقم 50 لسنة 2016 عاجزة بشأن الحد من تجريف النخيل والبساتين، وسط تحذيرات لخبراء ومختصين من خطورة التمادي في التوسع والبناء على حساب المساحات الزراعية. العراق تراجع بالسنوات الأخيرة في إنتاج التمور بعد أن كان العراق يحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور، يعني قبل السعودية وقبل دول الخليج العراق كان يسمى بلد النخيل. تراجعت بسبب الجفاف وبسبب السياسات الحكومية والحروب وإلى آخره اللي أثرت على تراجع مساحات أو أعداد النخيل بالعراق بشكل كبير جدا. فهي من الناحية الاقتصادية تعرف لها مردودات كبيرة جدا، أنه زيادة هذا المحصول الزراعي وهذا المنتج سوف تكون له إيرادات اقتصادية عالية وسيكون له تشغيل لأيدي عاملة في الداخل العراقي. ويتفق غالبية المختصين في مجال الزراعة على ضرورة التوجه في عملية تطوير زراعة النخيل لأسلوب الزراعة النسيجية كطريقة عملية جديدة للحفاظ على الأنواع الاقتصادية المطلوبة من حيث الحصول على أعداد كبيرة من الفسائل عبر استخدام عدد قليل من أمهاتها. في الوقت الذي يسعى فيه ناشطون زراعيون ضمن مبادرات هادفة لحفظ النخيل، تحذر تقارير رسمية من خطورة تجريف البساتين والغابات في البلاد، الأمر الذي قد يعرض التنوع الأحيائي لكارثة حقيقية. من محافظة بابل، أحمد الحسناوي، قناة التغيير.